السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. اليوم رجعت لكم في مقطع جديد، طبعا مبين من العنوان ان هذا بيكون ملخص قصة ريزدنت ايفل. طبعا الناس اللي في تويتر متابعين هناك عارفين اني بسوي هذا الشيء، لكن الباقي ما يدرون. واخيرا قدرت اني اقدم هذا المقطع، فعلا كان شيء متعب، احتجت اني اقرا وغيرت بعض الاشياء اللي كنت فاهمها، وشيء دسم صراحة. اللي حبيت اقول لكم عنه في هذا الملخص اني رجعت في تاريخ السلسلة او القصة. الناس لما تسوي ملخص تبدا من ريزدنت ايفل 1، لكن انا بديت من الكور، من بداية الحدث او شنو موضوع هذه السلسله، او من الاساس شنو هو الفيروس ومن وين جاء وكل شيء يعني تحتاجون تعرفونه. وان شاء الله اذا الله قدرني بغطي من بدايه كور القصه، خلونا نقول الى ريزدنت ايفل الجزء السادس، علشان هني تقدرون يعني تبدؤون في ريزدنت ايفل 7. الفكره مو بس للي ما لعبوا السلسله، اللي لعبوا السلسله وشافوها ممكن هني راح تغير عندهم اشياء ويعرفون اشياء من قبل ما كانوا يعرفونها، واللي ما لعب السلسله يعني مو حاب انه يرجع لكل ماضي سلسله يلعبها ممكن يستفيد من هذا الملخص. وبشكل عام حتى اللي ما يهمهم الجيمينج يمكن تعجبهم القصه. فخلونا نبدا في هذا المقطع، اخذ لك كوب شاي او قهوه واستمتع فيه وان شاء الله يعجبكم. مثل ما قلت لكم برجع شوية في تاريخ السلسلة قبل أحداث راكون سيتي، نبي نعرف شنو اللي صار والفيروس ومن اللي تسبب فيه ومنو كان فكرة هذا الموضوع أساسا. عموما في الأساس كان هذا الشخص اسمه إدوارد أشفورد، طبعا هذا أحد كبار أعضاء عائلة اسمها عائلة أشفورد في الستينات تقريبا. كان مهووس في فكرة أنه يطور جينات الإنسان للأفضل عن طريق يعني مثلا الفيروس أو العلاج، كان يعني حسب تفكيره يبي يطور يعني الأشياء، يسوي عقار أنه يعالج المعاقين للأفضل، وحتى الناس اللي ما فيهم شيء يعني سليمين ممكن يعطيهم أداء أكثر من ناحية جينية، يعني خليهم مثلا أقوياء أكثر. وهذه الأمور تعرفون الكونسبت هذا اللي موجود في قصة هالك ولا كابتن أمريكا ولا غيره من قصص مارفل، نفس الشيء تقريبا كان أساس القصة في ريزدنت إيفل، كانت هذه الفكرة في البداية. لكن هذا الشايب اللي هو إدوارد أشفورد يعني ما كان عنده الإمكانيات ولا فاهم هذه المواضيع، لكن لجأ لابنه هذا اسمه ألكساندر أشفورد، وهو يعني عالم أحياء وكيمياء وفاهم هذه الأمور البيولوجية، فحب يساعد أبوه وجات الفكرة انتقلت إلى الولد ويبي يبدأ هذا المشروع. اول شيء صار ان الابن انتقلت للفكره، مو مجرد انه بس يبي يطبقها، ايضا صار مهووس فيها وعجبته فكره ابوه، حب انه يطبقها، فطلب الموضوع هذا انه يشكل فريق علماء لانه هو بعض الاشياء تنقص عنده، فجاب ناس ثانيين فاهمين في امور ثانيه. وكان الفريق يتكون من ألكساندر أشفورد اللي هو الابن، وعندنا اوزن سبنسر، وايضا جيمس ماركوس، هالثلاثه اللي كونوا فريق علماء وبداوا في الابحاث. طبعا البحث بدا في افريقيا اللي كانوا يسمعون في امور هناك ممكن تهمهم هذه الاشياء، واكتشفوا زهره، الزهره هذه لقوا ان فيها مادة فعلا لما تختلط مع جينات الإنسان راح تتفاعل وترقي مستوى يعني الأداء والخلايا وهذه الأمور، فشي طبيعي إن بتلعب شوي في الدي إن إيه لكن تسوي شيء للأفضل مثل ما هذه كانت فكرتهم. فبدأوا هني واكتشفوا هذه الزهرة وجربوا عليها بعض التجارب وسووا مادة مبدئية اسمها بايوجين، أو اللي هي بايوجينيريتك فيروس، يعني مثل ما تقول تلعب في الجينات البايو والسوالف، فهذا تقريبا الأساس اللي سموه اللي هو الجي فيروس. طبعا لما شافوا هذا الاستكشاف ما قدروا ان يجربون هناك، لكن فهموا مثل ما تقول تركيبته او ممكن شنو يسوي، فحاولوا يعني يجمعون كل ابحاثهم من افريقيا وانتقلوا الى امريكا يبون يسوون هذا الموضوع يكون سري. طبعا الاب استقبلهم وبدوا ان سووا تحت اللي هو المانشن او القصر اللي شفتوه في الجزء الاول، اللي هو معامل تحت ومختبرات اللي راح يبدون في هذا المشروع لانه بيكون ممنوع، فيحصلون كل هذه الامور داخل في مكان سري. وطبعا هذا المكان القصر في اطراف مدينه الراكون او راكون سيتي، وكان فعلا شيء سري للغايه. فمن هني تقريبا من الستينات الى السبعينات صارت امور وتجارب وخطط ودراسات لهذا المشروع تدريجيا، فمن خلال هذه الدراسات والخطط صارت بينهم مثل ما تقول نقاشات حاده لمستقبل المشروع، اي اتجاه بياخذه، كل واحد له اراء مختلفه، وصارت بينهم مثل ما تقول مشاكل، الى تدريجيا انفصلوا العلماء وكل واحد قام ياخذ دراساته على صوب وما يبي الثاني يشوف ايش قاعد يسوي، وصاروا تقريبا مثل ما تقول تفرقوا. والحين بقول لكم كل واحد شنو سوى بالضبط. ناخذ اول عالم منهم شنو صار معاه اللي هو سبنسر. سبنسر هذا كان تفكيره اكثر ميول للقوه والسيطره، وكان عنده فكره انه لو اسيطر عليهم في قوتي راح ممكن املك كل شيء عندهم، لانهم يتميزون في ابحاث ثانيه بالنسبه للعلماء الثانيين. اول شيء سواه انه اسس مؤسسه سماها امبريلا، هذه امبريلا اللي تشوفون شعارها في كل مكان واساس الخراب كله. عموما
جهزها من ناحية تقنية وأبحاث بشكل بسيط، لكن ركز على يعني تجهيزها من ناحية عسكرية والقوة العسكرية والأسلحة في حال الدفاع أو الهجوم عن نفسه أو تطلب الأمر، وكان عنده خطط شريرة في هذا الموضوع من بدايته. طبعا في مشروع اسمه أطفال ويسكر، كان يسوون فيه أطفال ويسوون لهم تجارب يخلونهم مثل ما يقولون عبقريين وأقوياء، وهذه الأمور اللي برز من بينهم يعني اللي أنتم تعرفونه اللي هو ألبرت ويسكر. طبعا ألبرت ويسكر كان من مشروع اسمه ويسكر تشيلدرن أعتقد، فأخذ اللي هو سبنسر وضم معه كعميل سري في أمبريلا وخبير بيولوجي. أيضا ضم معه دكتور اسمه ويليام بيرتون، كان خبير في مثل ما تقول الأبحاث، لكن شوي تنقص الخبرة عن جيمس ماركس اللي راح نرجع له بعد شوي. عموما سبنسر حب ياخذ اتجاه ثاني للمشروع. طبعا المشروع في بدايته قلنا نقول إنه لتطوير الإنسان وتحسين أداء المعاقين وهذه الأمور، لكن هو لا، قال خلني أخلي المشروع ياخذ اتجاه إنه يصير فيروس أو سلاح بيولوجي ممكن يحكم في العالم في القوة. يعني إذا كان عندك سلاح قوي ممكن تحكم العالم، فهذا كان تفكيره الشرير. أول شيء سواه لازم يتخلص من إدوارد أشفورد اللي هو كبير العائلة اللي تكلمنا عنه في البداية، فنظم عملية قتله بدون ما حد يدري وما حد شاف ولا يعرفين ليش السبب اللي مات، تدريجيا يحاول يقضي عليهم واحد واحد. طبعا من هني بدت التجارب الشريرة، خلونا نقول. وكان في تجربة اسمها وحوش التايرنت، هي عبارة عن وحوش لكن أو ناس بشريين لكن متحولين بشكل يعني خفيف وممكن يطيعون الأوامر ولهم قوة اللي أنتوا عارفينهم في سلسلة ريزيدنت إيفل. ومن هني بدت أبحاثه، وكان يحتاج إن فولنتيرز أو ناس يجرب عليها بعض المشاريع الثانية. كان في زوار لبيت أو عائلة أشفورد اللي هو بنت مع أمها، خطفهم وراح جرب عليهم، لكن البنت ما تحملت أو الأم ماتت من التجربة، والبنت تحولت أو صارت يعني مجنونة أو شيء كذي، لكن استبعدها وقام يبدأ يعني يسوي أشياء أكثر يعني شريرة يوصل لهدفه الرئيسي. بالنسبة لألكساندر أشفورد، هذا الشخص صار مهووس يعني بزيادة في المشروع، ومثل ما تقولون يبي يسوي أي شيء مهما كلف الثمن، سواء نضر أو انفعه لازم يجرب مشروع ويخليه ينجح، وسوى له مشروع مهم اسمه كود فيرونيكا. طبعا هني بعد ما اشتغل عليه أيضا دخل عياله في هذا المشروع اللي يشتغلون معه اللي هم التوأم ألفريد وأليكسيا أشفورد. طبعا هذول دخلهم معه في المشروع وكل واحد منهم ممكن يسوي تجارب الخاصة. واحد التجارب اللي سواها الابن ألفريد كانت وحوش الهانترز اللي لونهم أخضر شفتوهم في الجزء الأول. أما البنت كان عندها التجربة الأساسية اللي حبت تجربها على أحد المتطوعين، فتطوع الأب اللي هو ألكساندر أشفورد، فجربوا عليه هذا الفيروس لكن للأسف أنه تحول إلى وحش وما قدروا يسيطرون عليه، فاستبعدوا وحطوه في السرداب وقفلوا عليه في مكان سري. لكن بعد هذه التجربة المخيبة للأمل اللي حولت الأب إلى وحش، أليكسيا ما استسلمت وقالت إني لازم أجرب يعني أسوي هذه التجربة على نفسي، لكن مع بعض التعديلات إنها راح تجمد نفسها لمدة 16 سنة علشان الفيروس ياخذ وقت الكافي وتتدرج في التحول إلى أن توصل للسوبر هيومن أو الإنسان يعني ذو القدرات العالية. فطبقت هذا المشروع على نفسها وجمدت نفسها وأخذت الفيروس وظلت متجمدة. بعدها ألفريد حاش إحباط وأعلن للناس إن أبوه مات وأخته ماتت، ووقف كل المشروع، ما قام يسوي أي شيء في كود فيرونيكا إلى أن صارت معمل اللي هو ألكساندر أشفورد مهجورة لفترة طويلة. كان الولد عنده الأمل ينتظر أخته بعد التجمد أنها تصحى وترجع له مرة ثانية، فكان بس ينتظرها ويحمي مكانها. أما جيمس ماركوس كان الأذكى فيهم وبدأ بتأسيس الفيروس، وكانت أفكاره فعلا مسالمة وما كان يفكر أن يجرب على البشر مثل ما سوى سبنسر أو ألكساندر، بالعكس كان يجرب على الحيوانات، وهذا التوجه صحيح حتى في عالمنا الحالي، الناس كلها العلماء يجربون على الحيوانات أو المخلوقات. عموما جرب على يرقة أو حشرة وصار فيها نتائج يعني بما تقولون إيجابية، ويشوف عندها تضخم وأدائها صار أفضل مثل ما يقولون، لكن ما تغير الفورم العام لهذه الحشرة وظلت مثل ما هي. طبعا هني بدأوا يشوفونه من بعيد ويراقبونه، لكن هني المشكلة أنه ما كان حامي نفسه وما كان يفكر أنه ممكن أحد يهجم عليه، فكان معرض للخطر، لكنه استمر في مشروعه والتوجه إلى يعني النتيجة الصحيحة. تقريبا هذا اللي صار بين الثلاث علماء، وامتدت الأحداث من الستينات والسبعينات إلى الثمانينات، ونهاية الثمانينات تقريبا وقفت الحرب الباردة وبدأ هني سبنسر تقريبا عنده مشاريع جاهزة، لكن الأهم هي خطة السيطرة. فأول شيء سواه أنه أرسل جنود أو فرقة من أمبريلا للقضاء على جيمس ماركوس بهدف أنه يأخذوا كل أبحاثه الناجحة. وبالمناسبة الفريق اللي تم إرساله كان من بينهم شخصية هانك الجندي هذا اللي شفناه في ريزيدنت إيفل راكون سيتي، وكان لينفذ العملية أو رئيس العملية اللي هو ألبرت ويسكر ودكتور بيرتون. طبعا نفذوا العملية وقتلوا جيمس ماركوس وخذوا كل أبحاثه وشافهم في آخر لحظات موته، وبعدين أخذوه وألقوا فيه في المجاري.
بعدها تقريبا بدت النشاطات المكثفة لسبنسر لأنه بدأ السيطرة الكلية، وأيضا معه ويسكر، وحبوا أنهم يجربون وحوش التايرنت. طبعا أيضا شيء ثاني أنه يجربون آخر فيروس توصلوا له، وفي أمور ثانية كانوا يخططون لها. طبعا صار في انتشار فيروس في القصر اللي هو قصر أشفورد بسبب كل الأحداث اللي صارت تكلمنا عنها، صار في انتشار للفيروس وتقريبا صار ملوث وامتلأ في وحوش الزومبي وحول المنطقة وأيضا في الغابات المجاورة من هذا القصر. طبعا بهذه الفترة بدأ الفيروس ياخذ نشاطه التلقائي انه يحول اي شيء امامه، مثل ما تشوفون ان الناس تتحول الى زومبي والحيوانات تتحول الى وحوش، سواء كان عناكب، ثعابين، كلاب، حشرات، اي شيء او اي مخلوق مثل ما شفتوا في سلسلة ريزدنت ايفل اللي يتأثر في هذا الفيروس يتحول الى مخلوق بس يبي يقتل او وحش. عموما في التسعينات بدت مثل ما تقولون تظهر يعني جرائم قتل وناس مقطعين، والناس العاديين لما ما يعرفون شيء اسمه زومبي لما يشوفون هذه الأشياء يعتقدون أنها جرائم، لكن هي في الأحرى كانوا الزومبي يأكلون بعض. عموما الشرطة أو الحكومة بدأت تتبع المصدر إلى أن عرفت أن القصر تقريبا هو منبع هذه الأشياء أو هذه الجرائم، فأرسلت فريق مختص من مؤسسة ستار. طبعا هذه مؤسسة مثل ما تقولون مختصة في البحث وهذه الأمور والقوات، فتم إرسال فريق برافو من ستارز في مهمة استطلاع للقصر ويعرفون كل الأحداث هذه اللي صايرة وأسبابها. طبعا كلكم عارفين أن ألبرت ويسكر كان جاسوس في مؤسسة ستارز نفسها، فقال لي سبنسر أو أعطاه خبر أنه راح يجون فرقة اللي هم برافو للقصر، وهني طبعا سبنسر ما صدق خبر وقال خلنا نجرب عليهم وحوش التايرنت وأشياء ثانية اللي بنسويها فيهم. فقال أوكي، هني ويسكر عطل محرك الهليكوبتر بحيث أنها تطيح عند القصر وتبدأ يعني تجربة أو التجربة اللي كانوا ناويين عليها لوحوش التايرنت ضد اللي هم البشريين اللي مدربين من فرقة ستارز. طبعا مشى في الخطة ويسكر وعطل الهليكوبتر وطاحت في مكان قريب من القصر بهدف انهم يقابلون وحوش التايرنت، لكن البعض منهم دخل القصر والبعض منهم اخذ اتجاه ثاني مثل شخصية ريبيكا تشامب. طبعا سبنسر هني ضمن انه راح يجرب وحوش التايرنت، لكن الفيروس اللي عنده ما جربه على اي شيء، فحاب انه يجربه لكن ما كان عنده اي فكره، لان وحوش الزومبي اللي صارت كلها من مشاريع الكساندر اشفورد، لكن واللي هو الفيروس اللي عند سبنسر ما كان في اي تجارب، فكان في فكره جدا حقيره من احد العلماء اللي موجودين في امبريلا، قال انه ليش ما نسوي اعلان في الصحافه انه في علاج جديد لمرضى السرطان ونوديه للمستشفيات ونشوف شنو يصير فيهم بعد التجربه. وهذا اللي صار للاسف، انه يعني مجموعه سبنسر وأمبريلا أرسلت عينات إلى مستشفى راكون سيتي وقالوا إن هذا يشفي السرطان، فالناس اللي يكون عنده سرطان والعياذ بالله ما عنده أي حل إنه يجرب الأشياء، فلما جربوا هذا الشيء حسوا في مثل ما تقولون يعني تحسن بسيط، لكن سرعان ما بعد ساعات تقريبا تحولوا إلى زومبي، وصار مستشفى راكون سيتي منبع أكبر عدد من الزومبي في المدينة. طبعا وصلنا الحين لريزدنت ايفل زيرو من ناحية الاحداث، هي اول لعبة لكن نزلت بعد الجزء الثاني تقريبا. عموما الاحداث اللي صارت في ريزدنت ايفل زيرو كانت لجيمز ماركوس، هذا اللي تكلمت عنه اللي ذبحوه اللي هم امبريلا، وفي شيء ما ذكرته ان وقت اللي مات فيه اليرقة اللي سواها او الحشرة هذه دخلت في جسمه وقعدت 10 سنوات وهو في المجاري تتغذى على خلايا تدريجيا، يعني شيء غريب صراحة انها حافظت على الجسد لكنها تغذت على الخلايا الى ان وصلت لخلايا المخ نفسه وخذت الذكريات منه، فصارت هذه الحشرة عندها مثل ما تقولون شعور الانتقام من ألبرت ويسكر وأمبريلا بشكل عام. طبعا هذا خيال لكن هذا اللي صار في القصة. عموما بعد 10 سنوات صحى جسد جيمس ماركوس اللي كان ما هو بشري خلونا نقول، وبدأ هنا في خطة الانتقام، ويبي يعني مثل ما تقول أول شيء يسوي إنه ينشر الفيروس في كل مكان، ووجه رسالة لأمبريلا عن طريق الشاشات اللي شافها ألبرت ويسكر وكان مصدوم من المنظر اللي شافه، حاشة إحباط وترك دكتور بيرتن، قال أنت ما راح تسوي شيء ولا راح نسوي شيء، في أشياء أهم إن نسويها. عموما الأبطال اللي في جزء زيرو كانت هي ريبيكا تشامب اللي تركت المجموعة من مجموعة برافو وتوجهت إلى منطقة إلى أن شافت القطار وبدت في مثل ما تقولون يعني خطة التحقيق وتبي تعرف اللي صاير، لأن المناظر اللي شافتها شيء غريب وبدت مثل ما تقولون رحلة البحث من هذا المكان.
عموما ريبيكا هني التقت في بيلي. طبعا بيلي هذا هارب من العدالة او شيء كذي، ما بيتفرع في قصته، لكنهم كان الهدف موحد مثل ما تقولون، او هدفهم نفس الشيء، فشكلوا فريق وتعاونوا في الالغاز وحل الامور كلها الموجودة في هذا القطار وفي ريزيدنت ايفل زيرو. امتدت مسيرتهم الى ان اكتشفوا ان جيمس ماركوس هو الشرير، او هو مثل ما تقولون سبب هذه الزومبيز او الفيروسات اللي قاعدة تنشر، فقرروا انهم يقتلونه. عموما مشت احداث ريزيدنت ايفل زيرو الى ان قتلوا جيمس ماركوس، وانتهى هني جيمس ماركوس كليا. وبعدين صار بينهم مثل ما تقولون احداث اخيره او نقاش، انه وين تبين تروحين وين تبي تروح يا بيلي. بيلي قرر انه مثل ما تقولون يبتعد عن هذا المكان، لكن ريبيكا قالت انا لازم ارجع وانقذ باقي الفريق في اللي هم القصر. فهني افترقوا في نهايه ريزيدنت ايفل زيرو، وهني انتهت ريزيدنت ايفل زيرو. تقريبا هني وصلنا لنهاية الجزء الأول من ملخص Resident Evil. طبعا لخصنا كل البداية من أساس القصة إلى Resident Evil Zero بشكل جدا سريع. طبعا الألعاب أنا راح ألخصهم بشكل أسرع من القصة اللي تكلمت فيها بتفصيل، لأن الألعاب إحنا كلنا عارفينها وكانت قصصها مثل ما تقولون قصص بسيطة أو ما فيها مثل ما تقول محتوى كبير. عموما أتمنى عجبكم المقطع هذا، وراح يكون في مقطع الثاني، لكن أبي أشوف تفاعلكم، لأن للحين ما سجلت صراحة ملخص باقي السلسلة إلى الجزء السادس، إن شاء الله بغطيهم كلهم، لكن أبي أشوف تفاعل لكم. هل عجبكم المقطع هذا؟ حاب اني اكمل، وان شاء الله ما راح اقصر معاكم واقدم يعني القصة بالكامل في هذه القناة. ويعطيكم العافية، ولا تنسون تنشرون الرابط في كل مكان، خصوصا للناس اللي لعبوا ريزيدنت ايفل من قبل وحابينها لكن ممكن تركوا الجيمينج او لاي سبب كان. عموما انشروا هذا الرابط، يستحق ان الناس تعرف هذه القصة من اساسها. ويعطيكم العافية، كان معكم خالد من جيمر سناك، ومع السلامة.